مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج على الهوا. معانا النهارده واحده من اصغر خبراء الميك اب في مصر، وبالرغم من ان عندها 18 سنه قدرت تحقق نجاحات عظيمه واكتسبت شهره كبيره في مجال الميك اب وعروض الازياء في مصر. معانا النهارده دولي ياني. مساء الخير. هاي. يا دولي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. دولي، عايزاكي تقولي لي بداتي الميك اب ازاي، او بداتي تبقي متحمسه لانك تابلاي ميك اب على الناس ازاي؟ انا في المدرسه من وانا عندي 15 سنه، مش من بعيد يعني، كنت بحب قوي الرسم، وابتديت ان انا مثلا ارسم في المدرسه لوحات وافضل اوريها للناس وبتاع. وبعد كده في عيد ميلادي 16 وانا في سويدن، واحده صاحبتي جابت لي كتاب على الميك اب، قعدت احفظ فيه وقعدت اذاكره، وبعد كده ابلايت على ناس اصحابي وعلى اهلي. وبعد كده لما سافرت على دبي رحت اخدت كورسات هناك، خلصتها كلها ورجعت على القاهره، اشتغلت الوقت كله في مجله تبع يعني واحد صاحبي وبس. واحده صاحبتي كمان عرفتني على ناس في انجما ماجازين، بعد كده اشتغلت عندهم الكفرز والكلام ده بس. وبعدين اكتسبتي شهره كبيره قوي من فيسبوك وانستغرام وكده. من خلال انستغرام اكتر يعني، ماي الكلاينتس بتوعي كانوا يعرفوني بس من على بس انستغرام. بداتي ازاي انستغرام؟ يعني انت اللي جات لك الفكره ولا حد عرض عليك انك يبقى عندك انستغرام اكاونت؟ لا، هي بتبقى موضه طالعه، كل الناس بيعمل حاجه وانت بتمشي with the flow يعني. بس طب واهلك ما منعوش ان انت يبقى في سن صغير ويبقى عندك الكارير بتاعك من دلوقتي؟ بالعكس خالص يعني، انا بابا هو اللي كان بيشجعني اصلا يعني، خشي في كارير يعني، فاهم، ابتدي اشتغلي. هو اللي كان بيجيب لي مثلا الميك اب كيت والميك اب كله من دبي يعني، هو بقى عنده. وكان هو اللي بيشجعني يعني، مثلا انزلي روحي الشغل ده وما اعرفش ايه وما تتاخريش وكده يعني. اول ما بداتي هو اللي كان بيساعدك ماديا؟ ماديا كل حاجه. طب وكان المفروض السنه دي تبداي جامعه بس تاخرتيها سمستر؟ سبت سمستر علشان كان عندي شغل يعني، كنت انا مضياه يعني 4 شهور اللي هم من عند 8 لحد 12 اللي هي اصلا فتره يعني الجامعه. فقلت لا، هسيب الجامعه لمده 4 شهور بعد كده هرجع لها. واهلك ما منعوش خالص؟ بالعكس. يعني ده وافقوا عليه. بس طب والشغل يعني، الشغل اللي انت اشتغلتيه في الفتره دي يعني كان اللي هو ماديا كويس قوي ان هو يغطي انك ما تبقيش في جامعه، يعني اللي هو يستاهل انك تسيبي الجامعه عشانه؟ بصي، انا مش داخله الشغل اصلا عشان الفلوس يعني. يعني انا بحب الشغل اللي انا بشتغله، وانا بحب الناس اللي انا يعني الفيلد، انا كله اصحابي، فانا بحب ان انا افضل انا بشتغل فيه يعني. انا في نص شغلي احنا بنشتغله كده من يعني بيبقى من غير فلوس اصلا. بس لكن مش عشان الفلوس انا رحت قعدت خالص. طب الفتره اللي انت ناويه تسافري فيها عشان الجامعه، ناويه تبقي بتشتغلي كمان هناك او بتاخدي كورسز ليها علاقه في نفس الوقت؟ اكيد يعني، انا واخده مع الجامعه يعني كورسز للميك اب ولتعليم الميك اب عشان ابتدي انا بقى انا اللي ادي الكورسات هناك، مش يعني مش ان انا اتعلم، لا ان انا مثلا اعلم الناس هناك. عامله البلان دي يعني؟ عامله بلان معينه وعارفه انت هتمشي عليها؟ اوريدي خلاص حجزت هناك يعني انا رايحه على الشغل، مش رايحه لسه هدور. طب دولي قولي لي، بالنسبه للميك اب في انواع معينه بتستعمليها ولا يعني مثلا براندز معينه بتستعمليها ولا ممكن على حسب حاجه؟ هو بس على حسب يعني، مثلا بشره الكلاينت بتاعتي، على حسب الفاونديشن ده يعني حلو في الماركه دي كده. بتفرق على حسب على حاجه وعلى حاجه. اكيد. وانت بتعملي كذا نوع من انواع الميك اب يعني، العرايس والناس رايحين افراح عاديه في اللي هي التعاوير والحاجات دي، السبيشال افكتس والارتستيك وشوتس. كم نوع تقريبا موجودين؟ هو للافراح وللسواري اللي هم للكلاينتس وللارتستيك وسبيشال افكتس وللشوتس طبعا 5 اوفرول كده.
والاسعار بتفرق على حسب ايه؟ يعني ايه اللي بيبقى اغلى حاجة وبعد كده يعني الافلام اللي هي التعوير والكلام ده. الافلام عادة هم اللي بيدفعوا اكتر، وهو يعني الشغل بيبقى كمان اصعب، والماتيريال كمان بتاعت التعوير تبقى تقريبا الدبل بتاعت اي يعني ميك اب تاني. بتبقى متاحه انك تجيبيها من مصر ولا خالص مفيش اي حاجه هنا اصلا؟ بتجيبي حاجتك منين؟ دبي كله، كل حاجه دبي. يعني مثلا الدم، الجلد، الكلام ده كله لازم بيتجاب من الخارج مش من هنا خالص. مفيش هنا اي حاجه. انا عرفت انك شاركتي في كذا اعلان، قولي لي على الاعلانات اللي شاركتي فيها، ومين اللي كان مرشحك للاعلانات دي ان انت تبقي فيهم؟ عملت اعلان مصريه للسيارات، المخرج كان حسام الحسيني، هو بيمثل وهو هو اصلا صاحبي. فراح قال لي ليه لا ما تعمليش اعلان انت يعني تنفعي. فقلت له يلا بينا يعني انا مش فارقه معايا بس. ورحت عملته، وكمان عملنا بريزيدون مع شركه اسمها طياره. هم اصلا يعني هم اصلا اصحاب الشركه أصلاً يعني اصحابي، فما كان فاحنا كنا كلنا بنعمل الاعلان كلنا اصحاب. كنا ست ولا حاجه في الاعلان. واعلان تاني انا اسمه ايه، دومتي، عملنا اعلان للعصير الجديد وبس. مين اللي كان مرشحك لاعلان دومتي؟ يعني دومتي الشركه نفسها 1984، هم الشركه اللي انا على طول انا بشتغل معاهم يعني. فهم قالوا لي عندنا اعلان وتعالي معايا امباسدور بس. وبتروحي كمان عروض ازياء تحطي ميك اب لمودلز وكده؟ ازاي بيبقى عندك وقت، يعني وقت معين تحطي فيه ميك اب لكل الناس دي؟ يعني بيبقى عندك ناس كتير ولا يعني في وقت معين لازم تحط لهم كلهم ميك اب فيه مش كده؟ بوزع نفسي، بلس انا عندي الاسيستنتس بتوعي، فلو انا مثلا انا تهت بودي واحده يعني تشتغل. مش انت اللي بتحطي كل حاجه؟ مش كله طبعا، يعني في مثلا شوز انا اللي بنزلها بنمسك 30 بنت، اكيد انا مش همسك ال 30 انا بنت واحنا لازم هنخلصهم في وقت معين. فبيبقى الضغط يعني كده. طب بالنسبه لمواعيدك، مين اللي بينظم لك مواعيدك؟ يعني يومك النهارده أنا. في كذا، انت اللي بتنظمي كل حاجه؟ انا. وانت اللي بتاخدي مواعيد من الكلاينتس؟ وانت اللي وانا اللي برد اصلا على برضو ايميلز كلها، انا اللي برد عليها. مش ناويه تعيني حد؟ هو خالص عشان انا عينت قبل كده واحده وحصل مشاكل بسببها، فخلاص انا بطلت يعني، وانا اللي هفضل انا اللي انا ماسكه شغلي وبس. ما بيبقاش عندك مشاكل في المواعيد زي انه لازم تنزلي بدري عشان توصلي لميعاد معين عشان انت عارفه طبعا زحمه مصر؟ اكيد ما بتعملي حسابك على ايه بس مصر يعني. يعني لو انا عندي مثلا كلاينت في المهندسين سكه بعيده عني والدنيا طبعا اكيد انا يعني بس انا زحمه، فاكيد انا بنزل قبليها بساعه نص ساعه على حسب يعني اليوم بس. طيب قولي لي يا دولي، يعني ايه اللي بيميزك عن اي ميك اب ارتست تانية؟ يعني اكيد فيها، يعني اكيد انت شايفه في نفسك حاجه ان هو انا كويسه فيها وحاسه ان انا احسن فيها من اي حد تاني. هو في بس اختلاف شويه ان ما فيش ولا ميك اب ارتست دلوقتي بتخش شوز لوحدها، يعني مش بتمسك مثلا يعني فاشن شو او بتعمل مثلا ميك اب شو. يعني كلهم شركات. يعني انت بيبقى حد فاتح شركه ميك اب وهو اللي بيعمل، لكن انا اللي بخش لوحدي كمان. يعني مسكنا سي 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 بتاع مراد علام فاشن شو اللي فات، ومسكنا داش بيوتي كون مسكنا السنه اللي فاتت، ومسكنا كايرو فاشن ويك اند. ده كله احنا اللي يعني احنا اللي احنا ماسكين فيه ميك اب فروم اي تو زد. يعني احنا كله هو اللي احنا بنعمل لكل المودلز والديزاينرز واللي بيشتغلوا كله. بس وقولي لي ناويه على ايه بقى بعد كده او بعد ما تتخرجي في مستقبلك؟ ماي بلان ان انا افتح كلينك يبقى فيها كل حاجه، ميك اب، شعر، اسنان، بوتوكس، كله يبقى فيها كل حاجه. كلينك اكتر ما يعني ما هي تبقى صالون يعني، فاهمه؟
تبقى اكتريته كلينيك مش صالون. وهتكملي لوحدك ولا في حد هيبقى شريك معاكي في الموضوع؟ لا لوحدي، مش بحب الشركه. كويس. طب دولي هسألك سؤال، قوليلي لو هتدي نصيحة لأي حد عايز يبقى ميك اب ارتست هتقولي لهم يبدأوا ازاي؟ شايفة مثلا كان في ايه ممكن تعمليه احسن من كده؟ انا اي حد بيسألني على طول بقول له ابتدي ببيجز، عشان هي اللي انا سبب اصلا يعني الشغل، يعني انا برضو بتاعي انك تعمل هنا بيج، وانك اهم حاجه طبعا ان انت يبقى انت عندك علاقات حلوه في المجلات، في اعلانات، مع مخرجين، مع ممثلين، لازم يبقى عندك علاقه يعني العلاقات عشان تبني يعني الشغل بتاعك يعني. وانتي في شغلك بتعرفي تفرقي بين شغلك وبين وقتك واصحابك واهلك، ولا بتزحمه الشغل اللي بتخليكي على طول شغل؟ ما بخرجش اصلا تقريبا، يعني ساعات بيبقى عندنا شغل يعني من الساعه 5 الفجر للساعه 6 الصبح، فبيقعد طول اليوم، فطبعا ما عنديش اي حاجه، ويبقى تاني يوم اللي بعده خلاص انا بريح، فبيبقى يومين خلاص ضاعوا، وبعد كده شغل تاني وشغل، فبيروح الايام بقى خلاص. طب قوليلي في حد واخداه مثل اعلى في حياتك، او حد اللي هو انا عايزه ابقى زيه لا خالص؟ انت اللي بتعلمي نفسك كل حاجه؟ اكيد في ناس بتبهرني يعني، لكن مش هما دول يعني اللي انا عاوزه ابقى انا زيه يعني. يعني انا ممكن ابقى كمان احسن منه فما حدش يعرف، او انا ممكن انا اصلا انا ما وصلوش، فمش بحب احط حد كده عشان احاول اوصله. لا قوليلي ايه اصعب موقف واجهك في شغلك، او موقف يعني لو مش صعب قوي بس ما عرفتيش تعديه مثلا؟ قبل كده كان عندي اسيستنت اللي هي ماسكالي كل المواعيد والكلام ده، وبعد كده حصل مشاكل في الشو ورحت طردتها، فهي حبت انها تنتقم يعني، فراحت حجزت مع واحده خطوبتها، ويوميها قالت لها احنا في السكه وبتاع، واحنا كنا في مكتب عادي قاعدين بنشتغل، وطبعا بنت خطوبتها راحت وعياط هستيري طبعا. لقيت بعد تالت يوم كاتبه على الفيسبوك بقى البنت دي سابتني وما تشتغلوش معايا تاني، وكل الناس عامله كده، فكلمتها طبعا حصل مشاكل يعني، وهو ده كان دي كانت اصعب اكبر حاجه مشكله يعني، عشان انا معروف يعني ان انا مش بفوت كلاينتس، او انا مش بتاخر عليهم بالعكس. في ميك اب ارتست دلوقتي بيعملوا برودكتس بتاعتهم هما اللي بيختاروها، ناوي على حاجه زي دي ولا الموضوع صعب؟ مش ده وقته يعني، انا لسه شويه قوي على الكلام ده، بس ناويه فيها يعني لما اخلص مثلا الجامعه ابقى انا افكر، لكن انا معي يعني بس انا خطتي ان انا عاوز افتح حاجه، مش افتح لاين ليا، مش لاين بس لو لاين مشي او حاجه هيبقى يعني عادي ممكن تفتحي تعملي برودكت بتاعتك انت. اكيد حلو، بس هو الموضوع مش سهل قد ما انت تفتحي يعني كلينك، او انك تفتحي اي حاجه ليكي يعني. حوار اللاين ده بيبقى صعب جدا، انك تبقي مثلا مستأمنه نفسك في يعني في المنتج ده، ان انت هتحطي عليه برضو اسمك، دي برضو حاجه يعني كبيره. طب بيجي لك ناس عايزه تتعلم ميك اب وبتعلمي ولا ما فيش؟ بيجي ناس، لكن انا لسه ما يعني انا لسه عايز اتعلم ازاي اعلم ناس. بس بتشجعي ناس؟ اكيد بتشجعيهم ازاي؟ بشجعهم بان هما بينزلوا معايا انا الشغل يعني انا بقول لهم هو انتوا عاوزين تتعلموا انا مني تعالوا معايا الشغل، هتشوفوا ايه يعني هتشوفوا ايه الغلطات بتاعتي، هتشوفوا ايه اللي انا بعمله صح، ولما بيبقى في مشكله ازاي انا بحلها كده. وبينزلوا وبيشوفوا؟ اكيد بينزلوا معايا. في حد منهم بقى يعني بقى يعمل ميك اب هو لوحده ولا لسه؟ لو ناس بيشتغلوا كلهم عندي يعني معايا اسيستنت. ايوه بعد كده هي يعني لو خلاص يعني انا مثلا لما انا هسافر خلاص هم اللي هيشتغلوا. عندك كام اسيستنت دلوقتي؟ ثلاثة. وناويه تزودي بعد كده؟ لازم انا لازم ازود عشان انا هسافر، فانا شغلي هنا ما ينفعش يقف. مش يعني هيبقى برضو تحت اسمك طبعاً. انتي لازم هيفضلوا بيشتغلوا كل يوم عادي جدا في المجلات ومع الكلاينتس كله 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 عادي. مين اللي هيبقى متابع الشغل؟ انا
عشان انا لغيت حته ان في حد يبقى انا ماسك الشغل بتاعي. يعني انا بعد اللي انا ده حصل لي منها قلت لا خلاص انا اللي همسك انا الشغل او بقى همسكه لشركه انا بثق فيها زي 1984. طب شايفه مين ميك اب ارتست شاطرين قوي في مصر او يعني اللي هو منافسينك في مصر؟ لا مفيش، مش شايفه ان في حد. اوكي دولي انا بشكرك قوي انك كنتي معايا النهارده، سعيده جدا. استنونا في حلقه جديده من برنامج على الهواء الاسبوع الجاي. كان معاكم ميرنا الحناوي.